يقول: هل لفظة العبد تطلق على المسلم والكافر؟ بلا شك. نعم، العبد بمعنى العبودية العامة، العبودية على قسمين: عامة جميع الخلق المؤمن والكافر كلهم عباد لله، قال تعالى: من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والعبودية الخاصة هي الإيمان بالله عز وجل وعبادته، هذه عبودية خاصة. نعم.